لما يكون عندنا المشاكل دي كلها تعمل ايه الحكومه؟ هي الحكومه بتقدر تعمل حاجه؟ لا، الحكومه زي الغفير، انت جايب غفير ومشغله، مين اللي جابه؟ شيخ البلد او العمده او المسؤول. اللي جاب الحكومه دي في نظام شبه رئاسي زي مصر المفروض يكون رئيس وزراء جاي باغلبيه حزبيه، ما عندناش الكلام ده. اللي عندنا بالفعل هو رئيس بيجيب الناس دي علشان تطبق اللي هو عايزه، علشان كده بيحتفظ باللي بيعمل ارادته. يعني هتلاقي محمد المختار جمعه من اول انقلاب لحد النهارده هو على راس وزاره الاوقاف لانه عاجب السيسي، فالمسؤوليه عند السيسي. فالراجل عامل حوار وطني، في ازمه اقتصاديه، في مشاكل، فهيطلع ناس تهاجم الحكومه عشان الناس تقول الحكومه وحش. السيسي بيحاول، السيسي موت نفسه، شمعه تحترق، بس الحكومه هي اللي ما بتنفذش اللي هم عايزينه. علشان كده دلوقتي عليها الرحيل، هجوم برلماني على الحكومه بسبب الديون والموازنه وبسبب الحاله الاقتصاديه و و و، مع ان الواقع والحقيقه ان الحكومه ما بايدهاش حاجه، الحكومة مغلوبة على أمرها، واللي عنده القصة كلها هو اللي عين الحكومة. يا جماعة ما تسيبوش وتمسكوا في البردعة، حسبوا السيسي هو اللي جايب الحكومة، إن فشلت فهو فشله، وإن نجحت فهو نجاح. بس للأسف عندنا في مصر لما الحكومة تفشل أو النظام يفشل يبقى ده فشل الحكومة والأشخاص ورئيس الوزراء والوزراء واللي معاهم، ولما تنجح يبقى دي رؤية الزعيم الراجل الفاهم والواعي، ودي رؤيته لأنه حكيم وفيلسوف زي ما انتوا فاهمين.